الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا مع الدرس ديال الدالة الخطية والدالة التألفية في جزئه الثاني بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثالثة إعدادي. طبيعة الحال الجزء الأول كنا شفنا فيه ما يتعلق بالدرس وبعض الأمثلة التطبيقية في الدالة الخطية والدالة التألفية. في هذا الجزء سنتعرض لتمارين تطبيقية خاصة بطبيعة الحال بأغلبية ديال الأسئلة اللي كتطرح سواء في الفروض أو في الامتحان الجهوي. إذا لنبدأ على بركة الله. في التمرين الأول قالوا لنا F دالة خطية، بحيث F لـ X كتساوي 2 على 3 X. ألف، حدد صورة العدد 3 بالدالة F، صورة 3. إذا غادي ناخذ الدالة ديالنا اللي هي f لـ x كتساوي 2 على 3 x. شنو بغينا حنا؟ بغينا f لـ 3، إذا هي 2 على 3 في 3 بطبيعة الحال، بغاو الصورة ديال 3، إذا نعوض x بالعدد 3، نعوض هنا x أيضا بالعدد 3، غتختزل 3 مع 3، تبقى عندنا 2، ومنه فإن صورة 3 بالدالة F هو العدد 2. السؤال الموالي، حدد العدد الذي صورته ناقص 4 على 3 بالدالة F. مزيان نقفوا عند الدالة الخطية. عموما كنقولوا صورة X، كيفاش كنقراو هذه الكتابة؟ صورة X بالدالة F هو 2 على 3 X. فلما كيقولوا لنا حدد صورة 3 بالدالة F، كنقلبوا على هذا، لأن هذه الصورة، العدد هو هذا والصورة هي هذه. السؤال الأول قالوا لي حدد صورة 3، إذا صورة 3، إذا نعوض X ب 3 ونحدد هذا العدد، هذا الجزء. السؤال الثاني، حدد العدد الذي صورته ناقص 4 على 3، معناه أن F لـ X اش كتساوي؟ ناقص 4 على 3، لأن قالوا لي حدد العدد الذي صورته، بالتالي حينما نقسم الدالة، نقسم التعبير ديال الدالة، هذا هو العدد وهذه هي الصورة، فنحن هنا نتوفر على الصورة اللي هي ناقص 4 على 3 وسنبحث عن العدد. إذا f لـ x بطبيعة الحال هو هذا، إذا 2 على 3 x تساوي ناقص 4 على 3. نقدروا نبداوها من هنايا، إذا 2 على 3 x تساوي ناقص 4 على 3 تكافئ، باش نبداو من اليمين، إذا x تساوي بطبيعة الحال هذا غيمشي للطرف الآخر يولي قسمة، إذا نضربوا في المقلوب هي ناقص 4 على 3 في 3 على 2 تكافئ، نختزلوا 3 مع 3 ونختزلوا ناقص 4 مع 2، وتبقى عندي x كتساوي ناقص 2. إذا العدد الذي صورته ناقص 4 على 3 بالدالة F هو ناقص 2. فعلا إذا عوضنا هنا بناقص 2 ونعوض هنا بناقص 2، ناقص 4 على 3، إذا هو هذا العدد. جيم، ليكن دلتا التمثيل المبياني للدالة F، أثبت أن دلتا يمر بين النقطتي A ناقص 3 ناقص 2. مزيان، غادي نرجعوا لواحد سميتو بعجاله. هنا كنتكلموا على داله، كنتكلموا عليها جبريا، اللي هي اف لي اكس كتساوي 2 على 3 اكس. واذا عقلتوا في الفيديو الاول كنا تكلمنا على الشكل الجبري، الشكل الجبري ديال الداله الخطيه هو هذا اللي هو الصيغه، كنقولوا لها صيغه. مزيان، ولكن مبيانيا ملي كنقولوا حدد صوره 3 بالداله اف، حسبنا اف لي 3 كتساوي 2، معنى ان هذه الداله تمر من النقطه ذات الاحداثيات 3 2، سميوها مثلا ما عرفت سميوها بي ولا سي ولا كذا، النقطة بي ذات الإحداثيات 3 2، حيث إكس هو 3 الأفصول إلى عقلته، والأرطوب هو الصورة هي 2. مزيان، هذا غير مثال باش ممكن نجاوبو هنايا. بالتالي ملي كيجي كيقول لي ليكن دلتا تنتمي بين الدالة إف، أثبت أن دلتا يمر من النقطة أ ناقص 3 ناقص 2، أنا غندير غير واحد الميبيان بحال هكا، ونفترضوا نفترضوا ان المستقيم ديالنا اللي كيتكلموا عليه هما هو دلتا. هذه هي الجرافيك، الميبيان ديال الداله اف.
جميع النقط التي تنتمي الى المستقيم تحقق هذه الداله. مثال ملي كيجيو كيقولوا لي ناقص 3 ناقص 2، شتي هذه النقطه ا هذه بما انها تنتمي الى المستقيم فانها تحقق الداله. اذا شنو كندير باش نبين ان هذه النقطه تنتمي الى المستقيم؟ يكفي انني نحسب اف اللي ناقص 3 وخصو يعطيني ناقص 2. وغن دائما نعود الى الدرس ديال معادله المستقيم اللي كنتاكدوا واحد النقطه كتنتمي للمستقيم او لا تنتمي. اذا لدينا اف لإكس، يعني الدالة ديالنا كتساوي 2 على 3 لإكس، يعني أن غناخدو إكس اللي هي ناقص 3. إف ناقص 3 أش كتساوي؟ إلا عوضنا هنا ناقص 3 نعوض هنا ناقص 3، 2 على 3 في ناقص 3، أي أن إف لناقص 3 كتساوي، غنختزلو 3 مع 3 تبقى عندنا ناقص 2 ناقص 2. لاحظوا معايا اف ناقص 3 هي ناقص 2، وهما كيسولوا على هذه النقطه اللي هي ناقص 3 ناقص 2، وبالتالي فان ا ذات الاحداثيات ناقص 3 ناقص 2 تنتمي للمستقيم دلتا اللي سولوني عليه، اللي هو اصلا تمثيل ديال الداله اف. مشيو الجزء الثاني بطبيعه الحال، هذا التمرين انا قسمته على جوج، الجزء الاول فيه داله خطيه، الجزء الثاني غتكون فيه داله تالفيه اللي هي سميناها جي. جي داله تالفيه بحيث جي لاكس كتساوي 2 اكس ناقص 1. لاحظتوا الصيغه ديال الداله التالفيه، ا اكس زائد بي، ا كتساوي 2، بي كتساوي ناقص 1. حدد صوره 1 على 2 بالداله جي، نفس الامر اللي درنا هنا. اذا لدينا جي لاكس كتساوي 2 اكس ناقص 1. إذا جي شنو هو الصورة ديال 1 على 2؟ جي ل 1 على 2 تساوي 2 في 1 على 2 ناقص 1 تساوي، اختزلوا 2 مع 2 تبقى 1، دونك هي 1 ناقص 1 اللي هي 0. إذا 0 هو صورة العدد 1 على 2 بالدالة جي. حدد العدد الذي صورته 5 بالدالة جي. نفس الأمر، لدينا جي لي إكس كتساوي 2 إكس ناقص 1. إذا شنو بغاو؟ حدد العدد الذي صورته 5. إذا شنو غنديرو حنايا؟ غنديرو 2 إكس ناقص 1 كتساوي قلنا 5. هذه هي جي لي إكس، عوضنا جي لي إكس بالصيغة ديالها 2 إكس ناقص 5، والعدد ديالنا هنا الصورة هي 5. تكافئ ونحلوا هذه المعادله، 2 اكس ناقص 5 كتساوي 5، غيولي عندي عندي 2 اكس كتساوي 5 زائد 1، 5 زائد 1، اذا 2 اكس كتساوي 6، اذا اكس كتساوي 3، ومنه فان 3 هو العدد 3 هو صورة 5 بالدالة جي. تحقق ان ب 0 ناقص 1 تنتمي للمستقيم د التمثيل المبياني للداله جي، نفس الطريقه اللي درنا هنايا. لدينا نحطوا جي لي اكس، جي لي اكس كتساوي 2 اكس ناقص 1 تكافئ. اذا شنو غنديروا؟ خص تكون جي لي 0 صافي تعطيني ناقص 1، غنجربوا. اذا جي لي 0 تساوي 2 في 0 ناقص 1، جي لي 0 تساوي 0 ناقص 1، إذا جي لي 0 تساوي ناقص 1. إذا نلاحظوا أنه الصورة ديال 0 هي ناقص 1، نلاحظوا أن بي الإحداثية ديالها 0 ناقص 1، وبالتالي فإن نقطة بي قلنا، إذا بي 0 ناقص 1 تنتمي للمستقيم دي. هكذا نكون قد أجبنا على التمرين الأول. إذا بالنسبة للتمرين الثاني، عندنا فيه ثلاثة ديال الأسئلة. السؤال الأول إف دالة خطية، السؤال الثاني جي دالة تألفية، والسؤال الثالث من بعد ما غنكملوا هاد السؤالين، السؤال الثالث غادي يكون فيه تمثيل المبياني ديال الدالتين،
وحل معادلة ميديانيا وجبريا باش ممكن نحيط بجميع الأسئلة كما قلت في البداية ديال الفيديو بجميع الأسئلة اللي ممكن أنها تطرح. إذا أولا F دالة خطية بحيث F لثلاثة تساوي ناقص واحد. سؤال كلاسيكي اللي كيتسول بزاف، حدد صيغة الدالة F. إذا للإجابة على هذا السؤال أول حاجة كنقول لهم لدينا F دالة خطية، يعني أن F لx تساوي AX. طبيعة الحال هذه هي صيغة ديال دالة خطية. لو فيت أنه يقول لي F دالة خطية كتعني جبريا أن Fx تساوي AX. طبيعة الحال سنبحث عن A. نخليو ريوسنا واحد شوية ديال سميتو، نكملو هنايا. إذا لنحسب A عندنا A الخاصية أو القاعدة باش كنحسبوها A كتساوي F لx على x. إذا A كتساوي حنا شنو عندنا F لثلاثة، نعوضو x بثلاثة، F لثلاثة على ثلاثة تساوي F لثلاثة كنعرفو كتساوي ناقص واحد، إذا ناقص واحد على ثلاثة. إذا حنا لقينا أن A كتساوي ناقص واحد على ثلاثة، ومنه فإن صيغة كنقلبو، إذا صيغة الدالة F خطية هي ناقص واحد على ثلاثة، عوضنا A بناقص واحد على ثلاثة، حنا كنعرفوها AX، إذا ناقص واحد على ثلاثة X. نحيدو كاع هذا، معندناش مشكل، باقي لنا شوية ديال الإسباس. B قالوا لنا حدد صورة واحد على اثنان بالدالة F. لدينا إذا حنا دابا ولينا كنعرفو الصيغة ديال الدالة F لـ X كتساوي ناقص واحد على ثلاثة X، يعني أن هما قالوا لي صورة واحد على اثنان F لواحد على اثنان تساوي ناقص واحد على ثلاثة في واحد على اثنان، ومنه فإن F لواحد على اثنان كتساوي ناقص واحد على ستة، وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال ديالهم. ومنه أي أن صورة واحد على اثنان بالدالة F هو العدد ناقص واحد على ستة. السؤال الثاني G دالة تآلفية بحيث G لواحد كتساوي اثنان و G لناقص ثلاثة كتساوي واحد، حدد صيغة الدالة G. طبيعة الحال هذا هو الفرق، هذه خطية وهذه تآلفية. إذا للإجابة على السؤال ألف نفس الأمر، لدينا G دالة تآلفية يعني أن G لإكس كتساوي AX زائد B. إذا خصنا نقلبوا على A ونقلبوا على B. إذا لنحسب A، حنا كنعرفوا أن A أش كتساوي؟ كنتكلموا على جي. إذا جي لي إكس أن ناقص جي لي إكس دو على إكس أن ناقص إكس دو، هادي إكس دو. إذا أ كتساوي بطبيعة الحال هما عاطيني كنقصدو إكس أن إكس دو جوج نقاط مختلفة اللي هي واحد وناقص ثلاثة في الحالة ديالنا. إذا جي لي ناقص ثلاثة ناقص جي لي واحد على إكس أن إكس دو، دونك ناقص ثلاثة مع واحد ناقص ثلاثة ناقص واحد، تالي A كتساوي G ناقص 3 تساوي 1، G لي 1 كتساوي 2 على ناقص 4، هذه هي ناقص 1 على ناقص 4، إذن هي 1 على 4. إذن ولات عندنا A كتساوي 1 على 4، ومنه فإن إذن الصيغة ديال الدالة G هي G لي X كتساوي 1 على 4 X زائد B. بقى خاصنا نقلبوا على B. لنحسب B. عندنا G لي X، دونك G لي X كتساوي واحد على أربعة X زائد B. كنعرفو G مثلا لي ناخدو ناقص ثلاثة، جي ناقص ثلاثة كتساوي واحد على أربعة إكس زائد بي،
كانت تساوي جي لي ناقص 3 عندي في المعطيات كتساوي 1، كتساوي 1 على 4 اكس زائد بي. طبيعة الحال عوضت هنا بناقص 3 نعوض هنا بناقص 3 تولي عندي في ناقص 3 زائد بي، لان هذه غتولي ناقص 3 على 4 زائد بي. اختصارا بي كتساوي 1 زائد 3 على 4 زائد 3 على 4 دونك 4 على 4 هي 7 على 4. ومنه فإن جي لإكس هي 1 على 4 إكس زائد 7 على 4. وهكذا نكون قد أجبنا على سؤال ديال صيغة الدالة جي. يبقى لنا ب، حدد العدد الذي صورته 2 بالدالة جي. في التمرين الأول كنا شفنا هذا السؤال، العدد الذي صورته 2، إذن هما عاطيني الصورة، بالتالي هذا القيمة ديالو ككل عندي اللي هي 2 وكنقلبوا على إكس. إذن ب عندنا لدينا، إذا نكتبوا لدينا جي لي إكس تساوي 1 على 4 إكس زائد 7 على 4، يعني أن الآن غادي نعوضوا باش نعوضوا بالنسبة لنا، قالوا لنا العدد الذي صورته 2، إذا 2 تساوي 1 على 4 إكس زائد 7 على 4. إذا شنو غندير؟ غندير 2 ناقص 7 على 4 إكس، أو أننا نديروها اختصارا بلاتي واحد الطريقة غتجيكم سهل إلا درناها. إذا ب لدينا شنو قلنا؟ حدد العدد الذي صورته 2، جي لإكس كتساوي 2 تكافي، حنا كنقلبوا على إكس، شنو هو جي لإكس؟ تكافي 1 على 4 إكس زائد 7 على 4 تساوي 2، هذه غتجيكم مزيانة، تكافي هذه، إذا 1 على 4 إكس كتساوي 2 ناقص 7 على 4 تكافئ، إذا 1 على 4 إكس كتساوي 1 على 4، وبالتالي إكس كتساوي بين إكس كتساوي 1. ومنه فإن العدد الذي صورته 2 بالدالة جي هو 1. إذا هكذا نكون قد أجبنا على السؤالين. نمر للسؤال الثالث. إذا بالنسبة للتتمة ديال التمرين الثاني، أنا هنا حاولت ما أمكن نحط قبيلة كنا لقينا الصيغة ديال الدالة F، الدالة الخطية F اللي كتساوي ناقص 1 على 3 إكس، وكنا لقينا الصيغة ديال الدالة التآلفية جي اللي هي 1 على 4 إكس زائد 7 على 4، شنو لقينا في المعطيات في السؤالين السابقين. سؤال ألف، دابا السؤال الثالث وهذا نسميه السؤال الرابع. حل جبريا المعادلة f لx تساوي g لx، بطبيعة الحال f لx كتساوي g لx. غنجيو نقول لهم لدينا f لx تساوي g لx تكافئ، شنو هي f لx؟ هي ناقص 1 على 3 x ناقص 1 على 3 x تساوي g لx، ناقص g لx هي 1 على 4 x زائد 7 على 4. والعمل ديالنا الحل الجبري لهذه المعادلة هو قيمة x في هذه المعادلة تكافئ. إذا غنعاود لدينا f لx كتساوي g لx تكافئ، كنعوض f لx بالقيمة ديالها هذه، وكنعوض g لx بالقيمة ديالها، بالتالي غتولي عندي معادلة المجهول فيها هو x، ناقص 1 على 3 x ناقص 1 على 4 x تساوي 7 على 4. بطبيعة الحال هنايا نوحدو المقامات، المقام الموحد هو 12 12، إذا نديرو على 12 باش نربحو شوية الوقت. هنا عندي ناقص 4، هنا نضربو إذا ناقص 3، بطبيعة الحال هادشي كلو إكس، وهنا هي 21 غنختزلو ب 12، تبقى عندي ناقص 7 إكس تساوي 21، بالتالي إكس كتساوي 21 على ناقص 7، أي أن إكس كتساوي
ناقص 3. إذن x تساوي ناقص 3. إذن الحل الجبري للمعادلة f تساوي جي x هو ناقص 3، ومنه فإن الحل الجبري للمعادلة f لx تساوي g لx هو العدد الحقيقي ناقص 3. مزيان. بطبيعة الحال أنا حاولت ما أمكن أعطي هذا السؤال، لأن الحل الجبري والحل المبياني يجب أن يكونا حلين متوافقين، معناها خاصها تخرج لنا نفس النتيجة اللي هي ناقص 3. مزيان، غنمشيو مبيانيا. حل مبيانيا f لx كتساوي g لx، ملي كنقول مبيانيا f لx اللي هي صيغة جبرية خاصها تبان عندي مبيانيا، أي التمثيل المبياني. وحنا كنا شفنا في الدرس أن التمثيل المبياني التمثيل المبياني لدالة خطية مثلا اللي هي f هو مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا هاد f غتكون كتمر من هاد النقطة وتمر من نقطة ثانية. عقلتوا ملي كنا قلنا f لثلاثة تساوي ناقص واحد في الأول ديال التمرين، كنا قلنا f لثلاثة هي ناقص واحد. إذا صورة العدد ثلاثة هي ناقص واحد، صورة ثلاثة هي ناقص واحد، هذا هو ناقص واحد. إذا غيتلاقاو هنا، إذا تقريبا هذه هي النقطة، إذا هذه ثلاثة. إذا المستقيم ديالنا تقريبا هنايا، إذا المستقيم ديالنا هو هذا. مزيان، نسميه مثلا لا كوب دو اف، يعني المنحنى ديال الدالة اف. مزيان، هذا من جهة. بالنسبة جي، جي تتذكرون كنا درنا جي لي واحد كتساوي اثنان، وجي لي ناقص ثلاثة هي واحد. نبداو بجي لي واحد كتساوي اثنان، جي لي واحد يعني صورة واحد هو اثنان، إذا النقطة ذات الإحداثيات واحد اثنان، واحد اثنان، هذه هي اثنان. إذا واحد اثنان هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ناقص ثلاثة واحد، ناقص ثلاثة هذه هي ناقص ثلاثة واحد، إذا ناقص ثلاثة حد هنايا واحد هي هذه. إذا المستقيم سيمر من هذه النقطتين. غتلاحظوا معايا أن في الدالة F احتاجنا نقطة واحدة اللي هي ثلاثة ناقص واحد، وفي الدالة G احتاجنا جوج نقاط، واحد اثنان، واحد اثنان، وناقص ثلاثة واحد، ناقص ثلاثة واحد، جوج نقاط. لأن الدالة الخطية تمر من أصل المعلم، وبالتالي غنحتاج فقط لهذه النقطة وأصل المعلم بطبيعة الحال. إذا راه كاين جوج نقاط هنا، أيضا كاين جوج نقاط. إذا سنرسم المستقيم اللي هو التمثيل المبياني للدالة التآلفية جي. إذا بالتالي عندنا هذه، إذا هذه هي لا كوب دو جي، يعني منحنى الدالة جي. مزيان، إذا سنجيب عن السؤال. قالوا لنا حل المبياني للمعادلة، الحل المبياني ديال هذه المعادلة هو تقاطع المستقيمين هاد لا كوغ دو جي إلى كوغ دو اف. تقاطع ديالهم، فين كاين التقاطع؟ هنايا. حل المعادلة هو إيجاد قيمة إكس، شنو هو إكس؟ الأفاصيل. إذا شنو هو الأفصول ديال نقطة التقاطع؟ نسميو مثلا هاد نقطة التقاطع نسميوها مثلا اف. نقطة التقاطع الأفصول ديالها هو ناقص 3. إذا كنجيو كنقولوا مبيانيا حل المعادله جي لإكس كتساوي اف لإكس هو تقاطع لا كورب دو اف و لا كورب دو جي. او مثلا نسميو هذا دلتا، ونسميو هذا مثلا دي. بالتالي هو تقاطع المستقيمين، تقاطع المستقيمين دلتا و دي. ومنه فإن النقطة اف شحال هذه؟ ناقص 3 1، ناقص 3 1 هي تقاطع، اي ان x تساوي ناقص 3، وهكذا
غنلقاو تطابق ديال الحل البيبياني مع الحل الجبري. هنا لقينا ناقص 3 وهنا ايضا لقينا ناقص 3. اتمنى ان التمرين يكون واضح، وكدائما في كل درس كنأكد على انه لابد من التوسع مع تمارين اخرى. بالتوفيق للجميع، واللي بقات عنده شي سؤال او شي ملاحظه راه ممكن يخلي لنا في الكومنتير، وانا ان شاء الله تعالى غادي نجاوبه. بالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.